بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادة اليوم، العبادة القلبية التي أدندن حولها في هذه العجالة، هي عبادة التوكل. والتوكل على الله عز وجل مفهوم عظيم، كثير من الناس لا يفهم حقيقته. ما هو التوكل أيها الإخوة؟ التوكل هو أن تربط قلبك بمعقد الرجاء الإلهي بعد الأخذ بالأسباب. يعني تأخذ بالأسباب أولا، ثم تربط قلبك بالله عز وجل، لا تعتمد على الأسباب، تعلق قلبك بالله وعلى الله. قال تعالى: فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمارة الإيمان التوكل. إذن هو عبادة قلبية. للأسف حتى أكون أمينا، إن أيها الإخوة الأكارم، أكثر حزن الناس على الله، حزن الناس على الله يعني من أمر الله، حزنهم أنهم لا يرضون بما قسم الإله ويتشوفون إلى غيرهم. طيب، اربط قلبك بمعقد الرجاء الإلهي، ولا تقول أنا متوكل على فلان. المدير ليس هو الرازق، والأمير ليس هو الرازق، وصاحب العمل ليس هو رازق. هؤلاء كلهم أسباب محترمة، لكن مسبب الأسباب، لكن قلوب هؤلاء كلهم بيد من؟ بيد علام الغيوب. فإذا أردت أن تحقق معنى التوكل، خذ بالأسباب. أنا أدرس ثم أذهب إلى الامتحان، لكن عندما أنتهي من دراستي يعني أطبق الكتاب وأقول: اللهم إني استودعتك ما حفظت فرده إلي عند حاجتي إليه، اللهم احلل عقدة من لساني وقلمي واشرح لي صدري. فأنت أخذت بالأسباب، توكلت على الله. يعني ما توكلت على دراستك، لأنه يمكن بعد أخذك بالأسباب كلها الله عز وجل يبطل الأسباب. إنسان ممكن من كبار حفاظ القرآن وينسى الفاتحة، الله ينسيه. قادر. فأنا لماذا أقول هذا الأمر أيها الإخوة؟ هذه العبادة القلبية تورث سكينة في زمن كثر فيه الاضطراب، بدون كورونا، يعني من غير كورونا معظم الناس مضطربون على أرزاقهم، على صحتهم، على مستقبل أولادهم. لكن المتوكل على الله عز وجل يأخذ بالأسباب ويكل الأمور إلى الله. سلم أمورك للإله العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكمي. فإن شاء الله تعالى رزقك سيأتيك على ضعفك، ما كان لك لم يكن ليخطئك. هذه معاني كلها تصب في بحيرة التوكل. يعني عندك إله كريم لا تخف، عندك رب كريم لا تخف. الواحد منا إذا خاطبه أحد الناس يقول له: أمرك مقضي، يفرح ويفتخر ويختار. إذا كنت مع الله فمن عليك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله يحب المتوكلين، الله جعل من أمارة المؤمنين ومن علامة المؤمنين التوكل. فاربط قلبك مع الله. هذا القلب الذي إن تمكن فيه حب الله عز وجل، انقطعت عنه الأغيار، فلا يلتفت ولا يرى إلا الله، ولا يرى إلا أمر الله. كل شيء يقول: هذا بأمر الله. ذكرت لكم ذات مرة مما يروى في هذا المعنى، أن جبريل عليه السلام خاطب الخليل، قال له: سل ربك أن يخلص روحك، سل ربك أن يطفئ هذه النار. قال له: من أوقد النار؟ قال: النمرود. قال: من حكم بهذا؟ قال: الجليل. قال: إن الخليل رضي بما حكم الجليل. فأنا متوكل على الله، هو أعلم بحالي، يغنيه عني سؤالي. هذا حسن الأدب مع الله، حسن السؤال، لكن يكمن وراءه توكل صادق. ليس لك كلام يقول لك توكلنا على الله، لكن هو خايف مضطرب. الذي يورث السكينة والطمأنينة في قلبك أيها المؤمن هو التوكل على الله. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.